ما عمر مرت عليك تدمشي نهار وقلت ايش بيني وبين هذا الشيء نحبس هذا الشيء كامل انا كاع مشي تعرف خدمتي صحيح تعرف علاش لان الفن بالنسبه ليا هو داك المتنفس وي وفاش كيطلع لك الدم كتغني وي فاش كتفرح كتغني متنفس بحال تقول لي غتقطع لي الاكسجين ما يمكنش وي ولهذا كتلقاني بحال دابا كنبعد شويه على لي ميديا كنرتاح كنعيش حياتي العاديه طبعا لان عاوتاني لي ميديا والمجال الفني راه كياخذ منك الحياه ديالك الشخصيه بزاف ديال الاضواء كتقتل الفنان بالنسبه لك فاطمه زهراء قرطبي بزاف هذه اللي هضرت قبيله على النجوميه السريعه كتقدر دير خلل نفسي انا كنظن انني لو كان طلعت دغيا غادي كيف ما كنقولوا اللي طلع دغيا يطيح دغيا كاين حالات اليوم قلال اللي كتسميتو لانه طالع هو خطا طلع دغيا ولكن طالع على الصح كما كنقولوا سوليد كنقولوا طالع على الصح البنيه الاساسيه كاينه اللي جاو وكاين ان كالكول كاين ان كالكول وعارف السيد فين ماشي وداير سكون ابل هذا لانجينيوري لا جيستيون دو ريسك الى ما طرات شهاديت هذه ولا واخا كيكونوا مطبات طبعا avec beaucoup de calcul كيكونوا كلها مطبات اذا عجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك بقناه شدا تي في مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد مع شدا تحلى المشاهده شدا اول قناه فنيه بالمغرب